ايش ما عطلو تطيرة معشي انتو؟ حب الاربعة ان شاء الله براسك الخامس ده. عم تردي؟ قديش بقى يعني ليضرب المدفع؟ ليش وين ساعتك؟ هلا شو بدك بساعتي؟ جاوبي على قد السؤال لو سمحتي. يا سيدي شي ساعة ونص. لا حول ولا قوة الا بالله، والله كتير ساعة ونص. يعني شي بحير، شو بدي اعمل انا؟ ساعة ونص قبل المغرب شو بدي اعمل فيها؟ إذا بدك تتفرج على التلفزيون لبين ما يضرب المدفع. لك عفن قلبي، من التلفزيون وبرامجه، كل البرامج مثل بعضها. طيب انزل تمشى لك شوي لبين ما يصير الوقت. ما بحب اتمشى قبل الافطار. لك 100 مرة قلت لك هالمعلومة انبح صوتي وانا قلت لك اياها. لأنه بتلاقي العالم راكدة ومبلهوجة وخلقة براس مناخيرة. يعني أنت خلقك مو براس مناخيرة؟ شو قصدي؟ لا ما قصدي شيء يعني. لا قولي. بس اسمعوا. لا قولي بلا رميني بحجاري. تقبرني افتحي باب، تقبر قلبي. أصلا هي شغلتي، لبي لك أوامرك أنا. مرحبا عمو. أهلين. يا ترى خالة ماجدة موجودة؟ وشو بدك فيها؟ بعتتني الماما مشان استرن عندنا تتيلتي المحشي. ليش ما عطلوا تتيلة محشي انتو؟ لا ما عنا. وليش ما بتشتروا وحدة؟ والله ما بعرف. ايه سلميلي على امك كتير وقليلة ما عنا تتيلة محشي، لانه نحنا منطبخ المحشي من دون ما انتقله، منحطه بلاكة فوق منه. طيب يسلموا عمو. ايه هات اللي كان ناقصنا والله. بس سام ليش هيك حكيت مع البنت؟ كيف بدي احكي مع حلتان؟ عادي يعني ما في داعي تلتئم كل هالقد بوشها. يعني شو الجماعة كفروا إذا بدهم يستعيروا من عنا تتقيلة؟ هلا لا تاخذي وتعطي معي كثير، خلي واصل لراس مناخيري. ها ما حلك تتعودي على طبعي؟ بس بدي افهم ليش هيك عم بصير معك. بس ولك اختي هيك انا ما بحب اخذ واعطي مع حدا لما بكون صايم، ومشان هيك اخذت اجازه بلا راتب شهر وقعدت بالبيت. بشوفيني هلا قديش بقى يعني المدفع؟ ليه؟ لسه هلا سالتني؟ يعني ما حل عقرب الساعة يمشي؟ بتعرف بسام؟ لو ما أخذت إجازة هالشهر كان أحسن لك. وشو سبب بقى ست الحسن؟ لأنك على القليلة بتتسلى وبتقضي وقت بالشغل أحسن ما أنك قاعد بخلقتي وعم بتزن بإذني طول النهار. لك ما بيلحق يطيب صوتك إلا بترجع بتنتحس، بينخفى حسك وبتنباح. من ناحية التسلاية محلولة، من بكرة رح أرجع مارس هواية لعبة البلياردو تبعي. آخ صبرا جميل وبالله المستعان. يا حبيبي على طلب المعدة، خلاص اعتبر دقك منتهي. ايه العاب لنشوف العاب. ماشي الحال. ايه سيدي الـ14 بنشورة واحد. ها الجز دق بطابتي بالاول. لا حبيبي ما دق والكل شاهدين. شو سعيد؟ ما انتبهت منيح يعني. شو ما انتبهت منيح انت الثاني؟ عم لك ما دق شو عم بكذب عليك يعني؟ خلاص اخي خلاص مثل ما بدك، رح مرق لك اياها المرة. لا حبيبي لا يا روحي ما حزرت، لا بتمرق لي ولا بمرق لك. شو عم تتصدق علي صدقة انت؟ ايه شو شغلك بالسعبرة يعني؟ انا عم سعبر ورحت لعما يضرب. شو سعيد ولا بضرب؟ شو انك مخك؟ ما بسمع لك، أنا ما بسمع لك. العمى صوروا باكم، طولوا باكم، شو بدا؟ دنيا رمضان، طولوا باكم. مالك شايفه كيف عم يحكي؟ فلكي حاكيك الحكيم إن شاء الله. أصلاً مو الحق عليه، الحق اللي عم يلعب معه. اتلعب بالأربعة إن شاء الله وراسك الخامس ولا؟ خلاص بسام، خلاص للخبر. أخي صاحبك ما بتحمل حدا يغلبه، بقى لباية تجيبه معك، بوس إيدك. لا حبيبي ما حزرت، أنا ما حدا بيغلبني. وقسما بالله ما عاد العب بلياردو بحياتي من تحت راسك، فهمت ولا ما فهمت؟ وها؟ يا حرق وينك يا استاذ؟ وينك يا حفاظ؟ لا يهمك استاذ، لا كل شيء كسر انا متحققه، لا يهمك. بسام ما كانت حلوه بحقك تكسر العصايه وتطلع من المحل هيك. صدقني يا سعيد لو ما كسرتها كنت يا اما بدي دق راسي بالحيط، يا اما بدي زد حالي عن الدرج، يا اما بدي ابلع شي طابه من طابات البلياردو حتى فش خلقي. ليش طيب ليش؟ ما بتضل قصه كل هالشيء، ليش؟ لك سعيد انت صرت تعرف طبعي، انا لما بكون صايم خلقي بيكون براس مناخيري واعصابي بتتوتر ولساني بيفلت يا اخي. يعني على هالحاله هي
من هون ليخلص رمضان رح تزعل منك كل رفقاتك. سيدي بحفظ، يلي بيزعل بيزعل ويلي بيرضى بيرضى، كتير فارقة معي يعني. بعدين مين قصدك انت من رفقاتنا؟ رفينا عمران مثلا، ليه زعلته؟ هيك لأنه سرسري وغشاش وقليل أمانة. هلا عمران هيك يعني انت شو شفت منه لحتى عم توصفه هالوصف؟ لك مو قدامك صار يغش بلعب الشدة؟ الأفندي مد إيده بكل وقاحة وسرق الجوكر من الأرض. قمت حضرتك ضربته بالورقة على وشه وقلبت الطاولة وبربرت لك شنو الصعد زمان. ايه وشو فيها؟ اللي فيها انه عمران ما عمل شي بيستاهل لحتى تساوي فيه هيك، وإذا غش باللعب يعني ما نحن لعبنا كله تسلاية وتضيع وقت. ما بعرف يا سعيد، هذا اللي طلع معي يوميتا. فريد طيب، فريد ليه زعلته؟ لا تجيب لي سيرة فريد مشان الله. لك يا أخي هالزلمة ما بيفهم بأصول الحوار إطلاقا، بتحس كأنه في سبة ماطون بمخه. ليش ما؟ يا سيدي كنا قاعدين وعين الله علينا وعم نتناقش بمسلسل ماريا مرسيدس، هذا المسلسل المكسيكي. ايه عرفته. أصر الزلمة إنه الدراما المكسيكية متطورة أكثر من الدراما السورية. بقى بشرفك أنت بتقبل هيك حكي؟ هلأ بغض النظر، انت شو جاوبته؟ شو بدي جاوبه يعني؟ وقفته عند حده، ما ضل غير واحد طبل وقليل الذوق مثل فريد يناقشني بالدراما، هذا اللي كان ناقص والله. المهم انت شو قلت له؟ قلت له لمعلوماتك الدراما السورية غازية العالم بفانتازياتها، وقلت له كمان لو ما كان فيك 50 عقدة نفسية و60 عقدة نقص، ولو ما كنت ضعيف الشخصية وعديم الثقافة وعندك عقدة شيزوفرينيا وعقدة سوزيت واهتزاز بالشخصية، ولو ما كنت مارق بحياتك ب20 علاقة حب فاشلة، ما كنت تابعت هيك مسلسلات. هو شو جاوبك؟ ليش بيسترجي جاوب؟ هذا اللي كان ناقص والله. قسما عظما يا سعيد، لو كان فاتح تمه بشي كلمة كنت شركته تشريك. هالحوار ديمقراطي هاد كان قبل المدفع ولا بعد المدفع؟ لا قبل المدفع. انا هيك توقعت. اطلع اطلع هلا لوصلك الطريق، اطلع وحاجة تتخذني، مليت منك. مين اللي شاط الطابة لهون؟ واقف عندك انت ويا ولا؟ مين اللي شاط الطابة على سيارة؟ ما بدكم تحكموا هيك؟ بس هي تعالوا فرجيكم. شايفين؟ تضرب انت وياه؟ يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. قديش البندورة اليوم؟ 15. والخيار؟ 10. أصبح عبيلي كيلين بندورة وكيلين خيار. لحظة بسرعة بسرعة، شو لحظة؟ يلا بسرعة. الله يرضى عليك. خرجت صلاة ما؟ إيه. لحظة يا حبيبي، لحظة شو بك؟ شو عم تعمل أنت؟ عم عبيلك بندورة. هلا هي بندورة هي؟ الله وكيلك يا أخي، عم عبيلك من الوش. ايه بلا وش بلا قفا، العمى ضربكم، صاير الغش بدمكم. اوف 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 اوف، وليش هيك عم تحكي معي يا اخي؟ هيك بدي احكي لانه ما عاد حدا استحى بهالايام. لك شهر فضيل هاد، يعني وقفوا الغش شوي. خيو فرقنا بريحه طيبه، بطلنا نبيع. ايه بدك تبيع غصبا عنك. يلا عبي بندوره، لك عبي بندوره صريف يا وام. عبي امنتوا بالله على هالنهار حبيبي؟ شو شغله تبلي؟ عم اقول لك بطلنا نبيع. صلى الله وبارك. يظهر انك ما رح تفهم بالذوق انت. خلص مع الساعه، بدي ربي وعالمشروع. لا كثير خليك على هالعشره، بدك تطبيني يا رسول الله. اذا ما شفت قلبك العمى ما بتطبيني يا روحي. ليه بس انا فرشي بسيطه؟ اتأخرت علي. لك تعلقت انا والخضرجي قبل ما اجي لعندك. على فكره توقعت هيك شيء. توقعت اني اتعلق مع الخضرجي؟ لا مو مع الخضرجي، بس توقعت انك تتعلق مع شيء حدا. لك يا اخي هالناس صايره لا تحتمل بهالشهرات. فعلا معك حق.
اطلع لك اطلع. ها؟ لك اطلع. ما فهمت. لك اطلع خلصني. يا سيدي الصغير عصبيتك لا تعتبر. لك اخي لا تقول عصبي، هالكلمه هي بالذات بتجيب لي العصبي. ثواني معلم، بس نزل الصندوقين بعيدك، بس ثواني. ولك مالك شايف الحارة ضيقة؟ ولك ليش عم تزمر انت الثاني ولا؟ بسام انت مو شايف السيارة اللي قدامك؟ ليش ضربوا العمى؟ ليش مو شايفها؟ طول بالك معلش. بسام لا تنزل. لك شو لا انزل؟ بدي امسح رقبته مصحة. لا تجن. ليش عم تزمر؟ ليش عم تزمر ولا؟ لك شو زعجته من الزمور؟ بدي اخلع رقبتك. اخلع. انزل السيارة. لا لا سيارة. لا سيارة. لا بسام لحظة، لا تنزل بالسيارة. خليك محلك. رجع بسام، رجع لورا. خلاص بسيطة، منتواجع هسا. الا ما اشوفك. معقول انك عم تعمل هالطوشه كلها بس لانه زمر لك؟ معلوم، لاني انا بعتبر الزمور اهانه، وانا ما بسمح لحدا يدعس لي على طرف على الاطلاق. لك يا بسام، ما بتخاف تتهور لك شي مره وتعلق مع شي مسؤول او شي مدعوم، واحد ظهره مسنود وله وضع خاص؟ لك بلا خاص بلا عام، انا ما بخاف غير من اللي خلقني، وهالرقبه هي ما حدا بفكها من مطرحها غير اللي ركبها. ولك المصيبه انك لسه ما بتعرفني يا سعيد. بس معلش معك بتعرف مين هذا رسام. الله يستر، الله يستر يا رب. شوفوا هذا الثاني كمان. بسيطة بس زمره هلا بيمشي. العمى ما عم يتزحزح من محله. معلش والله هي قلة سوء عن جد. لا حول ولا قوة الا بالله. وبتقلي لا تعصب، لك شلون الواحد ما بده يعصب قدام سلوك هيك بشعار؟ لحظة بس عم لوين نازل؟ شو لوين نازل؟ شو لوين نازل؟ لوين رايح؟ لك ان شاء الله خليك بالسيارة. انت دب حقيقي. شو امرت ابو الشباب؟ عفوا يا جماعة، بس انا كنت واقف وراكم بسيارتي و هلا انت اللي كنت عم تزمر؟ انا اسف كثير مدموزيل اذا كان زموري ازعجك، ريتها تنكسر ايدي او تنشل قبل ما تنمد على الزمور. يعني ما فيك تنتظر دقيقتين لخلص تليفوني؟ بعدين ما بتعرف انه التزمير ممنوع هون؟ هلا ضروري اسحب لك ورائك واحجز لك السياره وبهدلك؟ لا 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 ما في داعي، انا بكرر اسفي وخجلي وندمي مره ثانيه. معلش يا جماعه، يعني غلطنا وممكن السماح. قسما بالله ما يدرى المعلم انه الناس عم تزمر لبنته بالطريق لحتى ينهز بدنه وتطلع عصبيته. لا ليش لا يدرى؟ صدقني ما في داعي يدرى بهالقصة، ما في داعي يا شيخ. ارجع لسيارتك وبطل كترة غلبة تضرب بهالموديل. امرك حبيبي امرك. راجع على سيارتي فورا، واذا بدكم برجع على بيتي كمان. اذا بتريدي مدموزيل كملي تليفونك على مهلك، واوعك تزعجي حالك. ها، وان شاء الله بتضلي لبكره. اف على هالشبكة التعبانة، صار لي ساعة ما معلق معي الخط. بالفعل تعبانة كتير الشبكة، والناس مو قادرة تنتظر الاشباط. لك امشي بطريقك وخلصنا. شو رح تحكي لنا قصة عنتر؟ استنوا ما شفتوا منا دخيلكم، هنجوكم يعني. يلا باي. لك ليش عم تزمر ولا؟ العم ضربك شو دب؟